إيه، مرحبا برج الأسد. إيه، اليوم نعمل القراءة العاطفية لبرج الأسد. إيه، احتمال يكون هذا الشخص عرض عليكم فرصة وانتم ما رضيتوها، لأنه عندكم مثلا اختيارات تانية، أو عندكم مشاعر تانية، أو عندكم مثلا انتم محتفظين في تفكير تاني، أو انتوا بتكون مستوى انتوا بتنظروا له، لانكم انتوا زعلانين ورافضين من هذا الشخص الصلح، الفرصه الثانيه، او عرض عليكم مثلا عرض. تعال نشوف انت كيف شايفه. انت شايف هذا الشخص غدرك، ويا خانك، غدرك، وانت شفته اعطاك ضربات في الظهر خلتك تتعب كتير، وعشان هيك انت شاعر بالرفض. لو حتى اجاك عرض جديد، احتمال يكون عندك عرض جديد مش من نفس الشخص، احتمال شخص تاني، وانت عندك رفض لهذا العرض، لانه انت قاعد وعمالة بتطلع على ماضيك، ايش صار فيك وكيف انغدرت، وكيف مثلا خانك هذا الشخص او دخل طرف ثالث بيناتكو، فانت قاعد وبتتراجع في الذكريات. طب مين هذا الشخص؟ هذا الشخص هو صامت جدا، لا يتكلم، يعني ايه، كمان هو عقلاني جدا جدا، وكأنه هذا الشخص ما بيعبر عن مشاعره، وكمان هذا الشخص كأنه بيستنى في حركة منك، او بيستنى بخطوة منك اتجاهه. احتمال يكون هذا الشخص مستقر او تزوج، أو متزوج، أو بيقضي وقت مع العيلة. أنا حاسة هذا الشخص بده كمان فرصة معك، احتمال يكون بده كمان فرصة معك، واحتمال هذا الشخص تركك وراح تزوج بحدا تاني، احتمال يكون بده رجوع معك. طيب خلينا نشوف كروت الرومانس انجل شو بيحكوا لنا. يا برج الاسد، خلينا نشوف برج الاسد. خلينا نشوف برج الاسد شو بيحكوا لك الرومانس انجل، لأن الشخص هذا طيب. كمان راح ناخذ لكم كروت من القمر. الشخص هذا حاليا فاتح قلبه للحب، واحتمال انه يكون في علاقة غير علاقتكم، واحتمال انه يكون شخص هو هيك اصغر منكم، احتمال يكون، وكمان انتو لانه انتو حاليا في الهاير، يمكن انتو في الزواج غير هذا الشخص، واحتمال انتو مثلا تدينتوا، او مثلا بتشتغلوا في الروحانيات، او مثلا تعطوا نصائح للناس، لانه انت هلا في الهارفنت، طاقتك هلا في الهارفنت، احتمال انت رافض اي عرض زواج، وانت بس بدك تقعد تنصح الناس انهم شو يعملوا في حياتهم، ومثلا هيك يعني بس انك بتعمل نصائح للناس. خلينا نشوف، انا بدي اقول لكم يعني شو بقدر اقول لكم. مثلا كروت نصيحه راح اقول لكم كل اللي عندي، يعني مش راح اوفر لكم، معلش استحملوني شوي. طيب في الرومانس بيحكوا لكم بوزيتيف. طيب هم بيحكوا لكم هون ابقى
على المستوى الأمثل حيال حبك. التفكير الإيجابي والإيمان سوف يجلب لك الرومانسية. يعني إذا أنت فكرت بإيجابية وكمان من ناحية الحب هذا راح يجيك، راح يجيب لك للحب هذا رومانسية. يعني احتمال إنه أنت بتفكر بسلبية ناحية هذا الشخص، فخليك إيجابي. هم بيحكوا لك خليك إيجابي وعندك إيمان إنه مثلا الأمور راح تتصلح. كمان خليني أشوف لك كروت من هون، لأن أنا بحب هذول الكروت، بس مساعدوني يعني بعطوكوا نصيحة. يا برج الأسد، طيب نشوف هون كمان. Stop worrying, everything is going to be fine. توقف عن التفكير، كل إشي راح يكون بخير. طيب خلينا نشوف كمان هذا، إن هذا نصائح القمر، نشوف شو بيحكوا لكم. التواصل هو المفتاح. يعني يمكن انتم مسكرين التواصل او ما بتتواصلوا مع هذا الشخص، فالتواصل هو مفتاح الحل. هلا نشوف شو، ونشوف شو بيعنوا لنا هدول، بس خليك ايجابي لأن كل إشي راح يصير على ما يرام. طيب الشخص هذا حاليا يا إما حدا عرض عليه الحب، أو حاليا هو في حالة فاتح قلبه للحب، وهو حاليا عايش مشاعره. ويمكن احتمال البيج اوف كابس، يمكن هو أصغر منك أو مشاعر لساتها صغيرة، يعني بيعيش مشاعر لساتها صغيرة، يعني مش منفتحة مثلا للكينج، أو يعني مش كبيرة كتير، كأنه هلا بعيش مشاعر صغيرة جدا. طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ هو حاسك إنك أنت لفيت ظهرك لإله، وحاسك إنه أنت جمعت كل مشاعرك وكل أحاسيسك وكل ما تملك له من حب، أنت جمعتها ودير ظهرك ورحت. كأنه هذا الشخص شايفك إنك أنت أبعدت عنه مسافة، وكأنه شايفك انه انت مثلا ما اعطيت فرصة، او لميت كل هدول مثلا المشاكل وكل اشي انت حسيت معاه مع هذا الشخص، انت اخدته ورحت، تركته ورحت، لانه انت شايفك انه انت تعبت معاه في العلاقة، وانك انت قررت انك تمشي لقدام. يعني حتى انك تحمل التن اوف سورد وتمشي لقدام. طيب انت كيف بعقل الباطني انت شايفك انت جميل جدا جدا، وانت شايفك ان حواليك عالم كتير، وانت الف مثلا مين يتمناك او يهواك، وانت جميل جدا جدا وطيب جدا جدا وناجح جدا جدا، وشايفك هيك في عقل الباطني انه انت انسان ناجح. لانه انت كيف انت شايفك ناجح؟ لانه انت بتحمل كل شيء، مثلا ما بتناقش، بتحمل حالك وبتروح بدون ما تناقش او اشي. فهو يمكن يشوف هذا اشي انه هذا مثلا كيف بيحكوها صفة الاقوياء، انك انت قوي وقد المسؤولية وقد انك تحمل مشاعر وتحمل هذا وتحط كل شيء في قلبك مثلا، وما يصير فيك شيء توقع، لا تحمل مشاعرك، تحمل كل اشي، تعبك رغم عن كل شيء وبتروح. يعني مو انسان مثلا بكاي وشكاي، بتشكي عن مثلا اللي صار، بتقعد تشكي وبتبكي، مثلا تنزل بوستات انا تعبت، انا هذا الشخص مثلا خانني، انا لا. هو شايفك انك انت بتحمل كل همومك وبتروح، يعني حتى ما بتطلع وراك او بتناقش او ليش او كيف او امتى، لا بتحمل حالك وبتروح. احتمال انت تبعد كتير عن هذا الشخص،
واحتمال هو الشخص نفسه يكون تباعد، لأنه حاسك إنه مثلا إنك إن مثلا تعبت من العلاقة، فقرر ياخد مشاعره كل إشي ويروح ويتحمل نتيجة مثلا غلطة أو نتيجة غلطة ويروح، زي تحمل النتيجة، يتحمل النتيجة. كمان هو شايفك جميل جدا جدا، وشايفك إنه في حواليك ناس كتير، وشايفك إنت دائما منتصر، منتصر على نفسك، منتصر في العلاقة، منتصر في شغلك، في عملك، في بيتك، منتصر في كل شيء. واحتمال إنه إنت مشهور مثلا في مطرح معين والناس كلها حواليك، أو واحتمال هو شايفك إنك إنت بتشفي الناس في كلامك، واحتمال كبير كمان وشايفك إنه إنت غريب عن اللي شايفهم قبل هالمرة، إنسان غريب. مثلا إنت كل الناس بتمشي على إجراء وإنت جاي في حصان، لبسك غريب، شكلك غريب، كتير بعقله الباطن بيحبك جدا جدا على فكرة الشخص، شايفك إنت غير عن العالم كلياتها، يعني فارق عنده كتير كتير. طب هو إنت إيش في عقل الواعي تفكيره هلأ؟ هو شايفك السارق. احتمال انت انسحبت من العلاقة بدون ما تعطيه اي ردة فعل، او ما حكيت ان انا بدي انسحب، مش شايفك هيك، اتسحبت وطلعت من العلاقة. تقريبا انت طلعت من العلاقة يا برج الاسد، وشايفك انك انسان فنان، وكمان شايفك انك انت بتقدر تطلع من العلاقة منتصر، يعني بتحمل ما شو ما صار وبتسحب حالك وبتنسحب. على فكرة وشايفك عندك انت انسان تقدر تنسحب تكتيكيا، يعني تقدر تنسحب اي موقف باي اشي، تحمل حالك وبتنسحب زي الحرامي. وانت هيك هو شايفك انك انت انسحبت من العلاقة نهائيا، تركت له كيف بيحكوها الجمل فيما حمل، وشافك انه انت يعني انتصرت على مشاعرك، وانتصرت على كثير اشياء. كمان هذا الشخص بده يجي ناحيتك، انا حاسه انه بده يجي ناحيتك هذا الشخص. طيب ايه، طب ايش مشكلته كانت معك؟ هو كان شايفك انه انت مطنشه ومتجاهله، وانك انت انسحبت من العلاقه، وكأنه انت طنشت كل اشي، لانه انت على فكرة الشخص هذا اذاك، هذا الشخص يا دخل طرف تاني يا اما اذاك. هلا بدنا نشوف كيف اذاك، احنا رح نشوف من عقلك الباطن وعقلك الواعي كيف هذا الشخص اذاك، لانه انت تعبان جدا، او هو شافك تعبت وحملت كل مشاعرك وكل اشي، حملت حالك ودرت ظهرك وظليت رايح ماشي لقدام، حتى يعني ما التفت له انه انا بدي اشوفك، لا نهائيا. حتى انا حاسس انك بدون ما تحكي له انسحبت، شافك زي الحرامي اتسحبت من العلاقة. شو مشكلته معك؟ وشافك انك انت مش معطي العلاقة اهمية، كمان شافك انك انت مطنش كتير، يعني شو مثلا ما شو ما صار بيناتكو بتطنش، بتسحب حالك من العلاقة اذا مثلا ما عجبك الكلام، او ما عجبك ردة الفعل، او مثلا حسيت بقلة اهتمام، فانت بتحسس نفس الاشي في قلة اهتمام. كمان هو حاسك انه انت ممكن عندك شوية مو شوفت حال، بس انه مو لا مش مستويات، انه انت مستواك اقل، او لا كأنه انت غلطت في حقي، فانا من حقي مثلا اشوف حالي عليك لانه انا سويتك او انا عملتك. هو شافك هيك شوية متكبر، مش متكبر انه مستواك، يعني هو مستوى واطي، يعني مثلا مستوى منخفض فانت مستواك عالي، لا انك انت بتطنشه او بتتكبر عليه لما هو يعمل اشي غلطة في حقك، فبتدير ظهرك وبتطنشه. طيب النوايا بتاعته والرجوع نخليهم شوي هيك عشان احنا نشوف انت هلا حاليا يا برج الاسد، زي ما حكيت لك انت بالهاربين، انت حاليا مثلا بتعطي نصائح للناس، او انت حاليا في زواج، يعني متزوج او بتتزوج، يعني في منكم ناس عملها بتتزوج، في منكم ناس ماسكة قضايا بتحل فيها، في منكم ناس
بتعطي نصائح للآخرين، نصائح مثلا دينية، أو إذا كيف تحكي شخص اعتنق الدين، يعني عمالك تعمل أبحاث في الدين وعندك حالة هلأ تمسك في الدين، وعندك حالة روحانيات حاليا، فأنت حاليا مبعد عن أي تفكير آخر غير مثلا كيف بدك تصلح نفسك، لأن هذا الإنسان غدرك. عشان هيك هون بقولوا لك كل إشي فكر بإيجابية، كل إشي راح يصير، الرومانسية تاعتك راح تتصلح. وهون بيحكوا لك، حكينا إنه هون بيحكوا لك التواصل هو المفتاح، فاحتمال إنه أنت قطعت التواصل عن هذا الشخص ورحت سحبت مثلا كل صداقاتك وحطيت له بلوكات، ويعني نزلت الصداقة ونزلت كل إشي وبلوكات وسحبت حالك ورحت، ما خليتش باب مفتوح. لهيك يمكن إنه أخلي باب للتواصل، يمكن هذا الشخص بده يتواصل معك بس مو عارف يوصل لك أو مو قادرين يوصل لك. طيب أنت شو مشاعرك من هذا الشخص؟ أنت حس حالك إنه هذا الشخص واقف ما بتحرك، كمان أنت متعلق فيه جدا، واحتمال أنت مش قادر تفك التعلق هذا، لأنه حتى إنه بيجيك عرض بتروح أنت تطلع على العروض اللي بتجيك، فبتطلع على الماضي أكتر. فهذا الشخص انت مشاعرك من ناحيته، كمان يمكن عنده هذا الشخص ادمان او في علاقة اخرى انت شايفه، لهيك هو انت شايفه معلق مو قادرين يفك تعلقه، او كيف هذا مربوط من اجره ومش قادر مثلا هو يطلع يفكها، كأنك انت شايف هذا الشخص هيك مرتبط في موضوع ما، معلق في موضوع ما. طيب هو كيف بعقلك الباطني؟ انت حاسه انه ماجيشن الساحر، حاسه انه هو البدايه وهو النهايه لك، او هو النهايه وهو البدايه لك. كمان انت حاسه انه انسان عفوا يهتم في عمله جدا جدا، مثابر جدا جدا وجميل جدا جدا، واحتمال هذا الشخص انت بتشوفه مثلا بيشتغل مثلا جد بيشتغل، مهتم بانجازاته واعماله اكثر مثلا ما هو مهتم في العلاقه. كمان انت شايفه هو كل شيء انت بتتمناه معاه مع هذا الشخص، انت بتحسه مع هذا الشخص، اي شيء انت بتتمناه وانت شايفه مشغول جدا في انجازاته وفي اعماله وفي نجاحاته. احتمال هذا يكون الشخص مثلا مشهور، ومثلا انت بتشوفه على السوشيال انه هو مشغول في انه يفرج العالم نجاحاته، وانه هو مشهور ومثلا مشغول في النجاحات، ومشغول مثلا في الناس اللي حواليه انه يفرجيهم انه هو انسان ناجح ويملك كل شيء. واحتمال انت شايفه شوي هو متكبر، او انه شايف حلو شوي، لهيك انت شايفك متكبر، يعني يمكن انتم مراية لبعض فبتشوفوا بعض نفس الاشي. طيب انت كيف شايفه في عقلك الباطني؟ في عقلك الواعي انت شايفه انسان طيب وحنون ومعطاء، وكأن هذا الناس بعطي مثلا للفقراء والمحتاجين، يمكن انه مثلا بيحكوها انه بتبرع للفقراء والمحتاجين، بعطي المحتاج اللي بدق بابه مثلا بعطيه. انت شايفه يمكن هو اخرى كمان مسيطر، انسان بحب السيطرة، هو نفسه انه يعطي قد ما بده وياخد قد ما بده. انت احتمال هيك كمان شايفه لبعض، وكل واحد ياخد القراءة، لان انا بقرأ لأكثر من شخص مش شخص واحد، فخد القراءة انتوا وين تجيكم. كمان هذا الشخص احتمال تكون انت شايفه بوفرة، عايش بوفرة مثلا في رخاء، احتمال هذا الشخص يكون بيشتغل محامي، قاضي، مستشار، واحتمال هذا كمان الشخص يكون انت بتفكر ان لو مثلا رجع هذا الشخص
كيف مثلا بقول لك مرحبا بتقول له مرحبا وبس، بتقول مثلا بقول لك كيفك بتقول له كيفك وبس، يعني بدك تعطيه على الميزان بالضبط، ما بدك تعدل الميزان، لاني حاسس ان هذا الانسان زي كنا جرحك او غدرك او دخل طرف ثالث بيناتكو، بالاحرى دخل طرف ثالث بيناتكو، حسيت انه هو خانك وغدرك وتركك تعبان، والا انه انت تركته وانت تعبان ورحت. فلهيك انت حسيت انه غدرك. طيب انت شو المشكلة اللي شايفها في الانسان هذا، او شو المشكلة انت شايفها في الموضوع هذا بالضبط؟ انت شايفه انسان متسلط، ويمكن يكون انه مدمن علاقات، وانسان ما بيحب التغيير، انه ما بده يتغير. مثلا هو مدمن على منحكي شرب الخمر، فانت شايف انه مثلا ما بده يترك هاي العادة، رافض التغيير، حتى اذا بيفوت معك في العلاقة نفسها فرافض انه يسميها مثلا محمل الجد، انه يغيرها للاحسن. فانت شايف انسان ما بحب التغيير، ويمكن في لبعض منكو هو مدمن على مثلا سجائر، مدمن شرب هذا الخمر، ممكن يكون انه بحب العلاقات النسائية، ممكن انت شايفينه انه متسلط بزيادة، او هو مثلا ماشي ومو شايف حدا حواليه. انتو شايفينه على فكرة هذا الانسان ما بده تغيير، انا شايفه انه هو انسان بدوش تغيير، هيك انتو شايفينه ما بده يتغير، مثلا بضل حبكو صغير، بضل صغير، يعني ما بده يطور هذا الحب، او انه يعني يعطيه اهتمام اكبر، او انه يعطيه مثلا فرصة انه يوصل للارتباط بيناتكم. هو شايف انه مشكلته انه انت مطنشه، وانت شايف مشكلته انه هو ما بده يتغير، يعني زي كنا برضه انتوا بتناقضوا في حالكم، يعني كأن كنتوا اتنين تشبهوا بعض كتير. يعني هو انه هو متكبر، انت شايفه متكبر وما بده يتغير، وهو شايفك انه انت متكبر عليه وما بدك تدير له ظهرك ومثلا تعطيه فرصة. فهذا الانسان هيك شايفك متكبر، وانت شايفه مدمن مثلا علاقات نسائية، مدمن على اشي معين، ما بده يتغير، او ما بده يقدم العلاقة مثلا من حب لخطوبة، او من خطوبة لزواج، ما بده تغيير، يعني ما بحب التغيير. طيب شو حل المشكلة انت من جهتك؟ انا شايف ان حل المشكلة انه انت تقدم كاسة تسامح، ومثلا تحل المشكلة، لان هون قالوا لك التواصل هو راح يحل لك مشكلتك. فانا بعتقد انه مشكلتك راح تنحل انت اذا تواصلت مع هذا الشخص وفهمته مثلا انت ايش بدك بالضبط، شو بدك يغيره، بس بطريق تسامح، انكم تتسامحوا مع بعض، لانه هو نفس الاشي بقول لك، التواصل هو الحل للمشكلة. وكمان خليني اسحب لكم كمان كارت، يلا عيشوا عشان اشوف قبل ما اسكر القراءة، خليني اشوف لكم. لاني شايفه هي بس شغلة عناد، يعني قاعدين بتعاندوا بعض، يعني هو بحبك وانت بتحبه، بس انتوا قاعدين بتعاندوا في بعض. مثلا هو بدوش يطور العلاقة لخطبة او زواج، لان انت مثلا بتعاند فيه، فهو مقرر يعاندك. احنا ما حكيناش عن نواياها، لا نحكي عن نواياه طيب صح، نواياه الشخص هذا يكون صامت، ما يعطي اي حركة ناحيتك، بده يقعد هيك مثلا برواق، ويقعد يفكر فيك برواق، يعني بده يقعد انه يبعث لك طاقة عشان انت تفكر فيه، لانه حاسك انه انت مطنشه نهائيا، ما بتفكر فيه نهائيا نهائيا، وحاسس انه انت نسيته خلاص، صح، زي كأنه انت تركته
وانسحبت وطلعت من حياته نهائيا. انا حاسك انت برضه يا برج الاسد كانك انت طلبت خطوة من هذا الشخص انه يتقدم في علاقته، مثلا يشهرها قدام الناس، انه يصير خطوبة، يصير زواج. فحس الانسان صار يتهرب منك ويتسحب، انه خلينا مثلا على علاقة فقط. لهيك انت يا برج الاسد، عشانك انت انسان، يعني برج الاسد معروفين انهم ما بيحبوا اللف ولا الدوران، بيحبوا مثلا العلاقات الثابتة، مثلا الزواج والأسرة والهاد. فهو يرفض دايما، يعني معروف انه بيرفض العلاقات اللي على هامش، يعني العلاقات الغير جدية. لهيك هو مثلا انت حسيت انه هو بيلعب معاك، فانت قلت له يلا باي، احنا بدناش حدا نلعب، يا بتاخد الاشي على محمل الجد يا اما اطلع من حياتي او انا بطلع من حياتك. فانت طلعت من حياته. فهو حاليا بده يعمل حركة انه ولا صوت ولا حركة ولا مثلا، اذا انت مثلا هو مثلا بيقربك قريب منك، ما بدك تشوفه، بده يختفيك شوي، يقعد مع حاله، يفكر في المواضيع كلياتها، يعمل مديتيشن، يعمل معك تخاطر، عشان هو الشخص هذا حاسك ان انت خلاص انهيت العلاقة نهائيا. خلينا نشوف. هون بيحكوا لك الغازل ليورد. طيب نجد. هون بيحكوا لك مد طاقتك المنارة للآخرين. يعني انت هون نفس الاشي وهون نفس الاشي، كأنك انت خلاص اخذت موقف، ما بدك تفكر في الموضوع، بدك انت تمد طاقتك اللي جواتك، اللي انت يمكن هلأ انت بتعمل عليها، انه مثلا مثلا بتتدين، بتعمل اشياء طاقة. فانت ايش بتعمل؟ مد هاي الطاقة اكتر، يعني نور الاخرين مثلا في طاقتك. فليرتي برضو انا بحسها انه مثلا انت بدك شوية تكون مثلا رومانسي شوي، او مثلا تغازل هذا الشخص شوي، يمكن ما بعرف، بس يعني حسب، يعني انا شايف في غدر وخيانة ودخول طرف اخر. يمكن هذا الشخص راح يتزوج مثلا، يعني في هو هلا حاليا يعيش سعادة عائلية وزواج احتمال، او يكون هو بده رجوع لكم وفرصة تانية. يعني كل واحد ياخذها على وين هو، حسب الشخص هذا بده يرجع، بده يتأسف لكم وبده يحكي لكم حقكم عليه. بتمنى انه يرجع، هذا الشخص بتمنى انه يرجع، لانه حاسس انه اخطأ في حقكم. على فكرة هذا الشخص صغير، بيج شكله هذا الشخص صغير، يمكن غير ناضج في العلاقة ورافض انه يطور العلاقة. يعني اذا انتم في فترة خطوبة، يمكن هذا الشخص حاسس حاله انه مش قادر مثلا يطور هاي العلاقة لزواج. فهذا الشخص نفسه يجي يحكي لك مثلا انا اسف، انا مثلا بدي ارجع العلاقة، بدي اتزوجك، كتير كلام نفسه يحكي لك اياه. وهي زي بدي يعمل لك طاقة تسامح. على فكرة هذا الشخص بيبعت لك طاقة تسامح عن طريق المديتيشن والتخاطر وهي الاشياء. الشخص هذا بيعمل لك تخاطر، بتواصل معاك في التفكير جدا 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 جدا، بس وشافك انك انت مطنش كل شيء، حتى التخاطر مطنشه. بس هذا هو برج الاسد. احكي لكم الابراج الموجودة، الميزان، وكمان الثور. هذا بنشوف الثور، وكمان ابراج نارية طاغية على القراء جدا، وبرج العقرب، وكمان نشوف هون برج الدلو،
بس هدول 3 أبراج، وطاقات نارية وهوائية جدا جدا، يعني عندكم طاقات الهوائية أكتر إشي طاغية على القراءة، يعني ميزان، جوزاء، دلو، وكمان مائية، بس أكتر إشي الهوائية والنارية هي اللي طاغية، وترابية كمان. كل الطاقات عندكم في قراءتكم. شكرا يا برج الأسد، بتمنى لكم إن شاء الله شهر سعيد.